وإنك تروح في المناطق الفلسطينية تحت احتلال في حواجز، ما في سكك حديد، ما في قطار، أنت بتطير فقط بتشوف القطار كفلسطيني. الفلسطينيين انهم يمكن عشرات السنين في سجن، ما شافوش طياره، ما شافوش قطار، ما شافوش باخره. فيعني كثير بكونوا سعيدين لما يشوفوا القطار ياخذوا صور، لانه كانه كائن في سجن وشاف شيء جديد عليه. هاي سكت الحديد عاليوم، بس ترجع زي ما بكت قبل زمان الأواله. مش حدا بيدخل بتير الا بدرك، من خلال المدرجات الزراعيه الموجوده فيها، من خلال بعض المباني، من خلال بعض الاثرات، من خلال بعض الخرب، انه بتير مسكونه من الاف السنين، يعني اكثر من 2000 سنه. بتير بلد قديم، يعني تاريخه يرجع الى زمن الكنعانيين اللي هاجروا من شبه الجزيره العربيه. والدليل انه موجود في هنا في التله مكان اسمه الخربه، وهذه الخربه موجوده فيها تراث وجدوا، يعني حاولوا انهم يلصقوا تاريخ لليهود فيها، وجدوا انه ليس لهم اي تاريخ وانما هذا التراث موجود فلسطين. وطبعا اسم بتير اسم قديم برضه، اسم كنعاني من بيت اير، بيت اير اللي باللغه الكنعانيه يعني بيت الطير، ويقال انه سميت بيت الطير انه كان في هذه الصخور تعشعش النسور من زمان، وكان طبعا الفلاحين يعيشوا فيها. ولكن في المقولة الأخرى واللي هي الأدق، كلمة فينيقية تعني بمعنى بترة، كون بتير واقعة في وسط جبلين، فمنطقة يعني مقطوعة بين الجبال. واللي ميزها اللي هو وجود سكة الحديد الحجازية القديمة اللي كانت موجودة من أيام العثمانيين، وكانت محطة دائمة موجودة في بتير تنقل إلى القدس وإلى منطقة يافا. سكة القطار أو سكة حديدية هاي في بتير هي من أقدم السكك الحديدية في الشرق الأوسط، من 1892 في العهد العثماني، وكل ما قام البريطانيين بالسيطرة عليها. كان الترين يقف في بتير، وجميع المناطق اللي موجودة حوالين بتير تجيب محاصيلها وتنقلها من خلال سكة الحديد سواء إلى القدس أو إلى يافا. قبل الاحتلال كانت يعني نزهة إنه الإنسان ينزل يركب مع ابوه، احنا كنا صغار نركب مع ابائنا مع امهاتنا نروح على القدس، طبعا هم يبيعوا المحصول المنتوج، نروح بعدها نروح مثلا على المسجد الاقصى نصلي. هذا يا ابو العبد صاحب ذنب على العافيه. ابو العبد بتعرف شو قصه هذه؟ لا هذه ما بعرف. انا بحكي لك عنها. هذه للحفر الموجود في الصخر هذا، هذا موجود من زمن العثمانيين، زمن العثمانيين. طبعا بجوز ما عندكش فكره انه سكه الحديد انفتحت على زمن السلطان العثماني عبد الحميد، اسمه عبد الحميد السلطان العثماني، قاموا بشق سكه الحديد اللي تصل بين القدس ويافا. وطبعا بتير كانت منطقه مهمه جدا تتجمع فيها منتوجات القرى المجاورة، مثلا من الولجة، من حسان، من نحرين، كذا تتجمع في المحطة وبعدين يقلوا بضاعتهم إلى القدس وإلى غيرها. طبعا هذا شو أهميتها؟ إنه القطارات في زمان كانت تمشي على البخار، يعني القطارات بخارية، ما كانش على الفحم وعلى البخار، فكان يمدوا من هان قناة تأخذ المية، المية تنزل على المحطة
وبعدين هناك في انبوب يحطوه في القطار، والقطار طبعا المية تغلي وتدور القطار يمشي. بكت زمان انا ازرع، ابوي يزرع، امي تزرع، سيدي يزرع، وهان قريب التسويق. التسويق بقى قريب جدا، هاي مش بعيد عن الارض 10 متر. القدس هي اللي بكت تستقبل كل اشي، كل منتجات الضفه الغربيه هان هي القدس بكت تستعملها. بتير كانت مهددة بالاحتلال، وكانت من المفروض أن تكون من ضمن أراضي 48، ولكن الله بعث لنا إنسان من أهل القرية في تلك الفترة اللي هو الأستاذ حسن مصطفى رحمة الله عليه. استطاع نتيجة في عملية حرب 48، ومعظم الناس نزحوا من بتير أو هاجروا من بتير، استطاع هو ومجموعة من أهالي القرية بأنهم يحافظوا على البلد بخطين، الخط الأول يحثوا الناس أنهم يعودوا على البلد، والخط الثاني أنهم ضووا جميع بيوت البلد على فترة زمنية خلال فترة الحرب، اللي يشعروا الاحتلال بأن هذه البلد مسكونة، وهذه البلد مش خالية اللي يستغلوها ويأخذوها مثل ما أخذوا بعض البلدان الأخرى. وين تروح في أي موقع في فلسطين الناس عانت، أخذوا أراضيها لمستوطنة، قسموها، قطعوا فيها شوارع، دمرت هذه البلاد، وبلاد أخرى من فلسطين هجرت نهائيا وأصبحت البلاد مش أصحابها. بتير عنصر أمل، وكأنه بتير بقعة محمية من الاحتلال، هيك الصورة اللي أنا شايفها، رغم أنها على منطقة حدودية. بتير عنصر الأمل اللي فيها أنها تقدر تستخدم كامل أرضية حتى الموجود داخل الخط الأخضر. ما خسرتش ولا متر أرض بتير لإقامة مستوطنة أو لشق شوارع إسرائيلية والتفافية وإلى آخره. جميع أراضي بتير هي ملك أهل بتير. هون عنصر أمل يعني لبتير. وهذا الحكي ضمنه كمان اتفاقية رودس اللي هي اتفاقية وقف اطلاق النار بين الجانب الأردني والإسرائيلي، بأنه بتير يحق لها استخدام كامل أراضيها الموجودة داخل الخط الأخضر، في المقابل أنه ما تتعرضش للقطار اللي مر بتير، اللي هو بالأصل قطار حجاز أو قطار عثماني، ولكن أصبح قطار إسرائيلي. صار اتفاقية بعد حرب 48، اتفاقية اسمها اتفاقية رودوس، بناء عليها سمح لأهالي بتير أنهم يتجاوزوا سكة الحديد لأراضيهم الموجودة في 48، مقابل أن أهل بتير يحافظوا على القطار اللي بمرق على سكة الحديد، وطبعا لغوا المحطة اللي موجودة في بتير، وأصبحت سكة الحديد تنقل من القدس إلى يافا أو تل أبيب حاليا. المحطة القديمة كانت لحد قائمة، ما إحنا بنسميها دور الناظر، وكانت قائمة لحد سنة 2004، فأجوا للأسف الاحتلال الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي بهدم هاي البناية، ومن بعدها للأسف ما قدرنا حتى نأخذ الحجار اللي موجودة كبقية، وبنوا محلها زي ما انت شايف اللي هو المبنى الحديث. هذا المبنى الحديث هو عبارة عن في كل شيء تقني حديث من ناحية سماعات، مجسات، او صيانة لسكة الحديد. وانا في دار طموها بالتراب، عبوها بالتراب، هذه الدار اللي عبوها بالتراب، طموا فوقيها وزفتوا فوقيها شارع طريق وخلوها، ما هدوها بس طموها طمم. هان في اخرى نقطة بكت للجيش التركي،
تعرفوا الجيش التركي، بقت نقطة نازل هناك، بقت في دار لا يزال الحين فيه لها أساسات يعني مبينات. وأخذوا الأحجار القديمة اللي موجودة فيها أكيد لمشان يحطوها في منطقة أخرى ويقولوا هذه منطقة تاريخية وتراثية بالنسبة لهم، وأن تاريخهم ممتد، ونسوا أن هذا تاريخ فلسطيني قديم. كنت أذهب هناك أقعد على الشبابيك لأنه بتراث قديم، وكان زي ما حتى أنه الواحد فخور أنه يوري الزائرين أو أصحابه بهاي البناية الموجودة شو قصتها، حتى كيف أنه في بعض الأحيان فيها تاريخ، مثلا في ثورة 36 في وجود البريطان كيف عملوا الفدائية، شو عملوا في هاي الدور أو الدار اللي بنسميها دار الناظر. تطورت الأمور ووضعت سكة حديد جديدة وقطار جديد سريع طبعاً، وهذا القطار بيصير من القدس إلى يافا ومن يافا إلى الشمال على عكا وعلى حيفا، يعني امتد على كامل فلسطين من الوسط إلى الساحل. القطار بيعدي من وسط أهالي من وسط أراضي بكثير، وللأسف ما بنستطيع الاستخدام له، زي ما شفت طلاب المدارس بعدوا من هون بيشوفوه ولكن ما بيقدروا يستخدموه، فهذا لإلنا مصدر إزعاج مش كفائدة كما كان في السابق. الجار دائما الجار عبارة عن صديق ووفي، لكن الآن في عندنا صار جار غريب له سكت الحديد، سكت القطار اللي كانت كنا نعتمد عليها، وكنا تجمعنا إحنا كبتاتر وكقرى مجاورة كان نرتبط مع بعض، واللي هو كان يعني يجمع أهل البلد، لكن هالحين شو صار؟ صار جار غريب، صار العدو الإسرائيلي يمنعنا طبعاً من الاقتراب. هالحين واحد بيستجري يقرب على سكت الحديد؟ ما حدش بيقدر يستجري يقرب على سكت الحديد، بالعكس يعني صارت هذه منطقة كأنها منطقة إيش؟ عدوة، رغم إنه كان بالعكس كان صديق إلنا وكان رابط بين قرانا وبين أهلنا وبين أحبابنا. أنا ما عمريش أركب قطار ولا راح أقدر أركب قطار، لأن المحطة المركزية للقطار موجودة في القدس ولازمك تسريح من جوا، عمرنا شفنا إلا زي ما بيسوا في الأفلام هالأشياء من جوا وتخيلاته، بس هو صعب إنك تتخيل يوم يكمرك من بلدك مش قادر تتخيل تشوفي جواته، وهاي الأشياء يهود عرب ها هو اللي تقدر تتخيل. إحنا هي صفنا هان أول صف جنب القطار، كل مرة بمرق فيها إحنا صفنا أقرب صف للسكة، تقريبا مرات بصير هو مقصود او مش مقصود بصير يزمر، والازعاج هذا مش بس للطلاب والاساتذه في المدرسه. انا كل يوم بشوف رايح جاي رايح جاي، ممنوع نطلع نقدرش نطلع فيه عشان إسرائيل منعتنا. القطار أصبح لإلي جزء من بكتير. ليش؟ أنا درست في هاي المدرسة، يوم أشوف القطار وأنا نازل أشوفه وأنا طالع، وما بقدر أحكي إنه إشي غريب، وفي نفس الوقت معتبره غريب لشغلة واحدة يعني ما بقدر أستخدمه. تأثير سكة الحديد ما بين قبل كانت شريان وكانت حياة، وبعدها صارت مجرد صورة، أكيد شكل عند أهل بتير نوع من الإحباط إنه كيف هذا القطار بعد من بتير ومن أراضي بتير وأنا محروم من استخدامه ومحروم حتى شخصي أطلع فيه. ومع ذلك الحب تبع القطار رغم إنه قطار إسرائيلي إلا إنه الخط هو فلسطيني أو تركي بالتحديد، ظل الحب للقطار موجود عند أهل بتير وظلوا يعني مبسوطين إنه القطار بيعدي من عندهم. الطفل لما ينزل يتصور أو السائح لما ينزل يتصور ما بينزل يتصور بس من أجل صورة، من أجل إنه هذا تاريخ موجود لنا كبتيرية كأهل بتير،
أو كفلسطينيين. طبعاً كثير من إخواننا الفلسطينيين بيجوا من كل القرى ومن كل المدن ومن حتى المغتربين بيجوا بينزلوا يتصور. طبعاً هم شافوا قطارات وشافوا طائرات، ولكن يبقى هذا تراث موجود فيهم. أنا عشت تقريباً 24 سنة لحد 2002 في فلسطين. بشوف القطار، ما بستخدمه، ما بطلع فيه، بنبسط إني أشوفه لأني مش عارف شو هو، لأنه إحنا ممنوعين، تعرف كفلسطينيين ممنوعين، الاحتلال الإسرائيلي مسيطر على هاي السكة الحديدية وممنوع تركب فيه إلا إذا بيكون معك تسريح، بمعنى معك تسريح وتطلع على القدس تركب من القدس. وأغلب الشعب الفلسطيني ما بياخذ تسريح، واذا بده ياخذ تسريح بده ياخذ اما لمعالجه او لسبب معين، بس انه تطلع على القدس هيك ممنوع كفلسطيني، وهي بحد ذاتها مأساة. لما سافرت على بلاد اخرى صرت اطلع القطار في اليوم 7 مرات، اول مره رحت وطلعت 15 مره. ليش؟ بدي اشوف المناطق عن طريق القطار، القطار بيوديني في عده مدن وعده اجزاء من المدينه نفسها، وبلف. يعني خلينا اكون اكثر وضوحا، في المانيا مثلا انا طلعت اول فترة كنت أطلع بكثرة في القطار. ليش؟ أعمل منها أول شيء لأني بدي أعرف شو القطار، يعني بدي أستمتع وجود قطار، أني بقدر أطلع في القطار وأنزل منه، أطلع وأنزل. فصرت بدي هذا القطار اللي أنا بشوفه من 22 سنة مش قادر أستخدمه، بدي أشوف شو هو هون في ألمانيا. طلعت أنا وصديق إلي يعني مع واسطة كبيرة سووا لنا تصريح أبصر كيف، فركبت في القطار بس عشان أشوف بتير من خلال القطار. يعني هذا الهدف الأول كان، صار يرجع فيها الذكريات اللي أنا ما لحقتهاش طبعاً اللي أحكولنا عنها، إنه هذا قطارنا بس إحنا قاعدين فيه كأغراب يعني. وقتاش شعرت بشعور جيد لما القطار وصل بتير، بحكي لولا أهل بتير ما زال قطار فلسطيني، لأن عملياً مر من أرض بتير فما زال هذا القطار إلنا. وهيك يعني الأفكار بتدور معك كل ثواني في بشكل. وإحنا بدنا نتعامل مع هذا الواقع حقيقة، يعني اللي بيمر وبيشوف بتمتع بهذه المناظر الفلسطينية، لكن للأسف أهل فلسطين وأهل الأرض وأصحاب الأرض ما بيستطيعوا يتمتعوا فيها من القطار، وبالتالي زي ما قلنا هو جار سوء وليس جار خير حقيقة، لأنه بيمر من أرضنا بأذينا بعدم وجود اتصال، بمنع اتصال بين أراضينا، ولا نستطيع أن نستفيد من هذا القطار. فقلة وجود أو عدم وجود هذا القطار أفضل لنا. مضر إنه بخلوش الناس تمشي على الطريق حتى يروح أراضيهم، مرات بمنعوهم. يعني فيش إلى إشي اللي نقول والله إنه مليح، أما لو ظل القطار تبعنا الله يرجعه، الله يرجع بسلام. القطار لعب دور في الترويج السياحي لبتير بلا شك، رغم حسية انه موضوع القطار الا انه لعب دور في الترويج السياحي، لانه البقعة الوحيدة الموجودة في فلسطين اللي بتشوف من خلال القطار، والفلسطينيين انهم يمكن عشرات السنين في سجن، ما شافوش طيارة، ما شافوش قطار، ما شافوش باخرة. فيعني كثير بيكونوا سعيدين لما يشوفوا القطار ياخذوا صور، لانه كانه كان في سجن وشاف شيء جديد عليه. في بعد الانتفاضه الثانيه صار في عندنا اللي هي مشكله او خطر بهدد اهالي بتير، اللي هو بناء الجدار. طبعا تخطيط بناء الجدار في فلسطين بدا في 2004 عندنا هون في بتير، ظهر بأنه أعطوا قرار ببدء بناء الجدار في 2010، فكان هناك خطر حقيقي، بمعنى أنه بدهم يبنوا الجدار اسمنتي من ارتفاع 9 متر، يدمر كل هاي المنطقة، هيك هيكون أمامنا في الشارع، يدمر كل هاي المدرجات الزراعية، يفصلنا عن الأراضي الثانية، وبيئياً اللي هي تدمير هاي الإرث البتيري أو الإرث كمان العالمي.
ومنع الإنسان والحيوان من التواصل مع الأرض بشكل طبيعي ووجود التنوع الطبيعي والجمال الطبيعي. لو انبنى جدار في بتير يعني كان يمكن نهاية بتير كقرية، أنا توقعاتي كان يمكن أغلبية السكان هاجروا القرية، لأنه الجدار كان بده ينبنى في موقع هو روح بتير، هو الروح تبعت بتير، فإذا راحت روح البلد يعني بضلش في داعي للوجود فيها. والحمد لله بعد 6 جلسات في المحكمة طلع قرار بمنع بناء الجدار. طبعا هذا بناء الجدار كان بيوازي ملف إدراج بتير على لائحة التراث العالمي، فكان في هناك قرار بناء الجدار وكان هناك في تحضير ملف لإدراج بتير على لائحة التراث العالمي. أدرجت بتير على لائحة التراث العالمي في 20/6/2015، في 4/1/2016 قررت المحكمة الإسرائيلية بعدم بناء الجدار. بحكي اللي بيدخل في هذا القطار بمرق عن بتير بشوف هالطبيعة الخلابة، هذا بكون مجرم حتى لو انه يهودي اذا سمح لدولته بإقامة جدار ومنعه اليهودي حتى من الاستمتاع بالمناظر الخلابة هاي. طبعا بالنسبة لنا احنا الشيء اللي اكثر شيء بيقهرنا الان هو الاحتلال. الاحتلال وضع حواجز، لا نستطيع نصل إلى أراضينا إلا بكل صعوبة. مثلاً بدك تنزل فرضاً محراث أو أي شيء لا تستطيع، شق طريق لا يمكن إلا بموافقة السلطات الإسرائيلية، لا يمكن توافق على أنك تقوم بأي تعمير. طبعاً هذه المنطقة ممنوع البنى فيها. هون إحنا ممنوع نعمل أي شيء، زي ما أنت شايف الخيمة هاي في عندي 4 إخطارات هدم، كون حاولنا نعمل خيمة زراعية اللي نحافظ على هاي المنطقة ونشجع الزراعة. لو حتى انه وجود جسور لنقطع الجهه مش ما راح يسمحوها. هانا بحاولوا يخلوك اذا بدهم يحطوا جدار او بده يصير واحد يجي سائح من برا ويقطع الخط، بده يصير جعر عليه ينادوا عليه اطلع من هون، بيطردوا بيعمر كبل السائح. ممنوع ادخل التراكتر، ممنوع، هان ممنوع، هان بكى في مدخل هيا هان للتراكتر والسيارات اللي يدخل انهان، هدوه حطوا مدخل صغير، عبارة صغيرة، بكينا ندخل بنا عادي بالتراكترات بالسيارات. اليوم فيش، اليوم حبيبي قطعوا كل الأراضي هان عشان ما حداش يعمر. وإحنا جربنا سابقا نرمم بعض الجدران الاستنادية واللي إلها علاقة بصيانة الأراضي ومنعونا من ذلك. الآن منعونا ندخل التراكتورات والسيارات اللي بتساعد على ترميم هذه الأرض واستعمالها. كثير من الشباب اليوم حتى يعني خريجي الجامعات ما في عندهم وظائف، فوجود هذه الأرض ممكن توفر لعدد كبير من هؤلاء الشباب وظائف أو مصدر رزق اللي يقدروا يعيشوا. والله بكى زمان أريح من اليوم كثير كثير. من يوم ما أجت إسرائيل ودخلت هنا المتطرفين هذول، خاصة المتطرفين، قتلوا ناس وضيعوا ناس هان في البلد كثير كثير كثير، وعشان هي الواحد بخاف اللي يطيح ابنه هان يشتغل، ابنه بخلوش يطيح. هان جربوا رش دواء وبروحي طلع انت هيك واقف قاعد وشايف اللي زي الهسس هذا بيجي عليك، هذا بكاش عندنا موجود، هذا هم جابوه المرض، هذا هم جابوه، والحين تعال رشه بتضايقوا بفلتوا عندنا غزلان مشان يرعى الخضار، هذا برعش الغزال، هذا برعش بس اللي السلك البقدونس الإشي الناعم برعاه، دان بيجيبون في السيارة هذه، هاي اللي شايفينها واقفة فوق فقط، هذه بيجيبون من المزرعة الفوكة جنينة الحيوانات وبفلتون هان عدة مرات أصدفن يعني، وفلتون كلاب بعيد عن شو كلاب
بالميات برمونها عشان يخربوا خضرتنا وأجسامنا. بس ايش ولا لا يجيبوا كل اسرائيل هان ما بنطلع منها. يعني كل اسرائيل تيجي هان تحوينا ما بنطلع. هذا قبورنا وارضنا وقبرنا.